السلام عليكم، معكم احمد مواد من موقع لاب الكترونكس. احنا النهارده ان شاء الله هنتعرف مع بعض على عيوب لمبة الليد الصينيه. هنشوف العيوب بتاعت اللمبة دي. طبعا اللمبة دي انا مش بنصح اي حد يشتريها، وتعال نبص مع بعض العيوب اللمبة دي. مبدئيا احنا هنفك اللمبة اهوت زي ما احنا شايفين، وانا عندي مجموعه من الليدات، وده موحد جهد او بريدج يعني. هفك اللمبة كده اهو. اللمبة دي فكرتها كلها هي بتعتمد على ايه؟ ان عندي مكثف اهو بيعمل عملية تخفيض للجهد، وبعد كده التخفيض دوت بيبدأ ان هو يوحده عن طريق مجموع البريدج بتاع التوحيد، وعندي مكثف تنعيم، وبعد كده بدأ ان هو ايه موصل مجموعة من الليدات مع بعضها. مجموعة الليدات دي اللي احنا شايفينها مع بعض، المشكلة ان هي متوصلة على التوالي، بحيث ان هو عملية التخفيض هنا مش بتتم، يعني نقدر نقول بيخفض نص الجهد، اللي هو الجهد اللي طبعا الدخل اللي هو 220 فولت. التخفيض النص ده ممكن يوصل الجهد هنا 110 فولت، وممكن يكون اقل من كده. بس طبعا هو التوصيل على التوالي ده بيعمل ايه بقى؟ لو انا عندي ليد زي ما احنا شايفين هنا، من الليدات دي حصل لها اي شورت او اتحرقت، اللي يحصل ان كل الليدات دي كلها تطفي. يبقى هو عشان اي مشكله في اي ليد فيهم اللمبه كلها تطفي. ده طبعا سبب بيخلي اللمبه الليد دي لمبه طبعا مش جيده الصنع خالص، والصينيين طبعا بيضحكوا علينا عشان يدينا لمبه زي كده بتبوظ معانا بسهوله جدا ومتقعدش عندنا. عايز اقول لك ان اللمبه الليد دي زي ما انت شايف كده، الليدات دي متوصله على التوالي، كل ليد فيها موجب السالب بتاع ديت والموجب طبعا موصل الموجب والسالب مع بعضهم وهكذا. لو جينا بصينا في ظهر اللمبه الليد هنلاقي ان المكثف ده هو اللي بيخفض الجهد. المكثف ده لما بيحصل عليه شورت برضه، اللي بيحصل ان ال 220 فولت بيخشوا كاملين عندي على الليدات، ويعمل شورت على كل الليدات دي كلها، كلها تتحرق في لحظه واحده. تمام. وطبعا هيخش عندي على البريدج ده وهيحرقه برضه، لان البريدج مش هيتحمل ان الجهد يبقى عالي داخل عليه بالمنظر. طبعا البريدج هنا جهد الدخل بتاعه ضعيف جدا، فاول ما هيشوف جهد عالي هيبدا يتحرق وهكذا. تمام. وعندي برضه المكثف ده مش هيتحمل، كل الدايره كلها مش هتتحمل، مجرد ما المكثف ده حصل عليه شورت. تمام. لان هو بيخفض الجهد هنا عن طريق المكثف. يبقى انا عندي عيبين رئيسيين في الايه، في اللمبه الليد. العيب الاساسي اللي هو اللمبه الليد دي الليدات متوصله على التوالي، فاي شورت او اي ليد فيهم بتتحرق بيحصل ايه؟ ان الليدات دي كلها تطفي، او اللمبه كلها تطفي ما تشتغلش تاني. العيب التاني ان انا عندي مكثف، المكثف ده اول ما يحصل اي نوع من شورت او يحصل اي فيه مشكله يدخل ال 220 فولت كاملين عندي على الليدات ويحرق كل الليدات اللي موجوده. اصلاح الليد دي يا جماعه، في ناس بتعمل شورت على مثلا بيلاقي ليد مكسور يعني محروقه او حاجه فيها مشكله يشيلها ويحط مثلا ويعمل عليها شورت. طبعا ده غلط برضه، لان هو بيزود الجهد الداخل على الليدات وبيخلي طبعا اللمبه الليد برضه عمرها قصير. فهي في فكره ان انا لما احط مقاومه، المقاومه دي بحطها بديله للليد، بحيث ان هي تعمل ايه؟ يعني زي تعوض الليد، وفي نفس الوقت ما تحملش الايه التيارات على الليد. معروف ان التوصيل على التوالي بيقسم الفولت، لما بيقسم الفولت اما بيحصل شورت وتيجي انت تعمل شورت على الليد، اللي بيحصل ايه؟ ان الفولت بيخش زياده عندك على الايه؟ على الليدات. وبالتالي لما بيخش زياده عندك على الليدات، الليد ما تتحملش وتتحرق معاك. دي اللمضه الصينيه اللي هم بيقدموها لنا على اساس ان هي لمضه، وهي للاسف طبعا هي لمضه عمرها قصير جدا وسيئه الصنع، وهم طبعا بيستغلوا عدم علمنا او فكرنا في اللمضه، فعشان كده بايه؟ بيدونا منتج رديء. وللاسف لو في فكره بسيطه جدا، طبعا اللمضه دي ممكن تتعدل بطريقه بسيطه جدا، برضه هنتكلم عن التعديل. التعديل بتاعها ان كل ليد من الليدات دي تبقى على مقاومه، بحيث ان الليد دي لما المقاومه يحصل لها حاجه او الليد يحصل لها حاجه، يبقى يحصل شورت على الليد بس، مش على مجموعه الليدات كلها. دي التعديل الاولاني. التعديل الثاني ان هو يجي عند المكثف هنا ما يحطش مكثف، هو يحط اي طبعا محول صغير او كده، او داير باور صغيره. طبعا هو بيحط مكثف في الهدف هنا التكلفه على طول، هو بيفكر في التكلفه، لان المكثف ده ما هيخفض 220 فولت بيه، ما هيخفضه بفولت قليل جدا. حتى لو افترضنا ان المكثف ده هيطلع 12 فولت، فهو بيخفض لفولت قليل جدا، فطبعا هو ده تكلفته بسيطه جدا. لكن لو هو جاب محول، المحول ده هيبقى عليه تكلفه، فبالتالي
اللمضة الليد نفسها هتبقى مكلفة وهتبقى معممة معانا، فمش يعني مش هيبيع منها كتير. ده تقريبا كل العيوب اللي هي خاصة بإيه باللمضة الليد. وبصراحة أنا مش بشجع على شراء اللمضة دي خالص، بالعكس، لأن هي لمضة سيئة الصنع. وشكرا والسلام عليكم.